وتتوالى الفعاليات في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2018 بمدارس الحصان للبنين بالدمام. ففي مسار الخوارزمي الصغير أدى الطلاب الموهوبون نشاطا بعنوان توظيف التطبيقات الرياضية، ويهدف هذا النشاط إلى توظيف التطبيقات الرياضية في رسم الدوائر المتقطعة لتشكيل صور متحركة وثابتة تنشأ من مصابيح مبرمجة. فباستخدام مصابيح الليد ريموت وصلة USB متحكمة، قام الموهوبون في كل مجموعة بتجميع القطع ثم تنزيل الصور على المتحكمة، ثم لحام مصابيح الليد وتوصيلها في الحاسوب. هذا وقد لاحظ الطلاب الموهوبون من خلال هذا النشاط أنه عند توصيل الدائرة الكهربية بمدخل الحاسوب USB ظهرت الصور على مصابيح الليد، ويستفاد من هذا النشاط في الحياة في تصميم الإعلانات والإرشادات المرورية والشاشات قليلة الإضاءة.